قافلة تضامنية استعجالية من المواد الغذائية أطلقتها مصالح ولاية سطيف لفائدة ودعم العائلات المعوزة والمحتاجة في مناطق الظل ببلدية دائرة بني ورتيلان، خصوصا مع انتشار وباء كورونا المستجد. مرنا في يعني في اليوم الرابع من انطلاق هذه العملية الهامة اللي تخص كل المناطق النائية ومناطق الظل وحتى في يعني في المدن. دونك حنا حصينا كافة هذه العائلات على مستوى 60 بلدية على مستوى ولاية سطيف. بدأنا في هذه العملية لإيصال هذه المساعدات إلى عين المكان. الآن العدد اللي قدمناه هو 7240 مساعدة لحد الآن، والعملية متواصلة إلى غاية النهاية. العدد العائلات المحصية لحد الآن هو 48000 عائلة، وإن شاء الله سوف نقوم بمساعدة هذه العائلات. وتنفيذا لتعليمات الوزارة الأولى للولاة بالتركيز على المتضررين من الحجر الصحي كدعم تضامني لهذه الفئة من المواطنين. والشيء اللي ركزوا عليه بقوة طبقا لتعليمات السيد الوزير الأول اللي تقول أن الناس اللي يعني انضروا يعني من الحجر كانوا عمال في باليوم، كانوا عمال باليوم، اللي كان في الفاست فود، اللي كان في المطاعم، اللي كان في المقاهي، اللي كان في النقل الفردي، النقل الجماعي. هي إجراءات تضامنية مع المتضررين وساهرة على صحة وسلامة المواطنين الممتثلين لقرار الحجر الصحي الذي يعتبر تجربة رائدة لتجاوز جائحة كورونا.